السلام عليكم أساتذتي تدريسي قسم الهندسة الكهروميكانيكية. اليوم حبيت أشير وياكم شلون أقدر أسجل محاضرة فيديوية حتى إن شاء الله بعدين أقدر أرفعها أما بالكلاس روم أو باليوتيوب بطريقة جدا سهلة وبسيطة ومرتبة. طبعا باليوتيوب ذاكرين عدة طرق شلون أقدر أسجل محاضرة فيديوية، بس هاي الطريقة جدا سهلة ومرتبة. هاي الطريقة تعتمد بالأساس على برنامج الباوربوينت. فبالبداية أفتح برنامج الباوربوينت، هذا فتحت برنامج الباوربوينت، ادخل الى الصفحه الرئيسيه. بعدين ورا ما دخلت الى الصفحه الرئيسيه اذا اريد ابدي اسجل الفيديو اروح على الانسرت، ومن الانسرت اقول له سكرين ريكوردينج. اول شيء يطلب من عندي انه هنا سلكت اريا، اختار الشاشه اللي حتظهر ضمن الفيديو اللي راح اعرضه، فاختار السكرين اريا واحدد السكرين اريا. مثلا منا احدد وابقى دايس بشكل قطري، احدد هاي المساحه كلها اللي راح تظهر بالمقطع الفيديو اللي راح اسجله. وراح ايش اقول له؟ اقول له ريكورد. بمجرد ما اقول له ريكورد راح يعطيك 3 ثواني، بعدين يقول لك بدا عمليه التسجيل. فمثلا هسه راح اسجل، بدا التسجيل هنا. أنا اقدر اتكلم يا الطلاب واقول لهم انا اليوم حشرح محاضره معينه، وهاي المحاضره راح تكون خاصه في مجال معين. مثلا انا راح اشرح هسه حاليا محاضره تخص مثلا البيزو الكتريك. اقدر بداخل هاي المحاضرة لما اشرح استعرض اي ملف بداخل هاي الملفات وتظهر لي على الشاشة. مثلا اذا افتح هذا الفايل مال البيزو، مثلا هاي هذا مادة المادة اشرح بيها، اقلب بالصفحات مالتها افصلها بتفصيل اخر، تظهر عندهم كل هذا الواجهة كلها بالكامل تظهر عندي. او مثلا اذا احتاجيت انه ادخل على البينت مثلا، وداخل البينت اكتب او افصل شيء معين احتاجه، ولو هنا انا ما عندي موس شويه صعبه علي بالكتابه، مثلا اقول له اي ايكوال تو و و و اكتب له اي طريقه، هذا ايضا راح تظهر عندك موجوده بالفيديو. ورا ما كملت الفيديو بالكامل وردت اني سيف هذا الفيديو حتى بعدين اسوي له شير، اجي اروح المن اروح على هاي الواجهه اللي طلعت عندي، اما اقول له بوش بمعنى اخر انه هذا الفيديو بيتكمله وبعدين انا حكمل حتى اسوي له كونتينيو ويكمل فوق الفيديو القديم، او اقول له ستوب وخلص عندي المحاضره الفيديوية هنا. هسه اني راح اقول له ستوب، طبعا اقدر من البدايه من الشاشه واقدر منها ايضا، بس خليها قبالنا هنا حتى اشوف ايش يصير. اقول له هنا عندي ستوب، بمجرد ما اقول له ستوب نزل عندي الفيديو هذا شرحته قبل شويه، نزل عندي بالكامل هنا موجود. افضل طريقه طبعا اما اقدر اسيف هذا وادزه للطلاب كباوربوينت هم يصفحوه بداخله يشغلون هذا الفيديو. اوكي. او اقدر لا اسيفه هو الفيديو وادز فقط الفيديو ما ادز باوربوينت، لان مشكله الباوربوينت لما ادزه اذا احد عنده باوربوينت فيرجن مالته اقل من الفيرجن اللي مسجل بي ما راح يظهر عنده الفيديو، فهذا يفضل انه ادز الفيديو مباشره. شلون اقدر اسيف الفيديو او استخلص الفيديو من داخل الباوربوينت؟ اجي على هذا الفيديو نزل عندي، اقول لك كليك يمنه، اقول له سيف از ميديا، اختار مكانه مثلا بالديسكتوب سميته ميديا 1 واقول له سيف. هسه المفروض السيف عندي اني هذا الفيديو اللي هو هذا. افتح هذا الفيديو، رجع عندي الفيديو ايش حكيت ورا ما سويت ريكورد مباشره كله نزل عندي، وان شاء الله هسه وراح انزل لكم مقطع ثاني شلون اقدر اقلص السايز مال الفيديو، لان هذا السايز مال الفيديو اذا نشوفه هسه هو 30 ميجا، انا ما سجلت هواي، كانت عدد دقيق دقيقتين و24، احتاج انه اقلص السايز مالته. فان شاء الله يعني فيديو ثاني راح اشوفكم شلون اقدر اخلص الحجم مالته وشلون اقدر اشيره على اليوتيوب. وشكرا جزيلا.